اعلم رحمك الله أن تعلم القدر الضروري من علم الدين أمر واجب على الرجال والنساء وليس على الرجال فقط. فعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. يعني أن طلب القدر الضروري من علم الدين فريضة على كل مسلم سواء كان ذكرا أو أنثى. فمن لم يتعلمه لا يضمن صحة صلاته ولا صحة طهارته ولا صحة صيامه ولا يضمن صحة زكاته ولا يضمن أنه متجنب بيده ورجله وعينه وأذنه ولسانه وبطنه وفرجه المعاصي التي نهى الله عنها. فإن الإنسان إذا أراد حقيقة أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يتعلم هذا القدر من علم الدين وأن يعمل به، ولا يجوز للمرأة أن تهمل هذا الأمر، وذلك حتى تتعلم كيف تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات، وكيف تعامل والديها وتعاشر زوجها كما أمر الله، وكيف تربي أولادها التربية الصالحة. فإن بهذا تنقذ نفسها من عذاب النار إذا طبقت ما تعلمت من أداء الواجبات واجتناب المحرمات. وفقنا الله جميعا لتعلم علم الدين والعمل به والإخلاص فيه لله تعالى.